الحارس الأساسي الحارس القلاف الذي يغيب عن هذا اللقاء عبد العزيز المسعود وفيصل دشتي، محمود بن محمد العبو، راشد الراشد، ناصر عثمان، أحمد العيدان، جراح الكسيمي، مشاري العازمي، عبد الرزاق البطي وعلي فريدون. هي تشكيلة نادي السالمية في هذه المباراة. الكرة أولى باتجاه نواف المنصور حارس المرمى. طبعا نذكر بأن نتيجة مباراة الذهاب كانت بصالح النادي الإماراتي من صالح الضيوف في ذلك اللقاء، حيث انتصر مدرب برازيلي الذي يقود فريق الشباب، والذي يعني اليسرى انطلاقة شبابية. فريق الشباب يريد أن يكرر فوز الذهاب، يريد أن يعيد الكرة ويفوز مرة ثانية ويحقق نقاط ثلاث جديدة يضيفها إلى رصيده. انطلاقة كانت في الناحية اليسرى من ناصر مسعود، قطعت الكرة من أمامه، أبعدت عن طريق جميلة أمامية خطيرة وسريعة، عرضية في الناحية اليسرى. محمد ناصر يهيئ عرضية قصيرة، كرة في الناحية اليسرى لمحمد ناصر. محمد ناصر تمريرة قصيرة، سقوط من ناصر مسعود على أرضية ملعب وخطأ يحصل عليه فريق الشباب. من جديد فريق الشباب يهاجم، ومن جديد فريق الشباب يحصل على الأخطاء، وهو الأكثر محاولة على المرمى. هذا حمدان قاسم هو من سقط وهو من تعرض للعرقلة. واضح هنا اللاعب حمدان قاسم يسقط بعد عرقلة، بعد تدخل كان في اللقطة الماضية. تلت ساعة مرت على انطلاقة وبداية الشوط الأول في هذا اللقاء، 20 دقيقة على انطلاقة أحداث الشوط الأول، والنتيجة لا زالت سلبية بين الفريقين، لا زالت نتيجة سلبية. والأداء الإمارات على بداية وانطلاقة أحداث في هذا الشوط الثاني، ساعة كاملة على بداية هذه المباراة. انطلاقة بالهجوم المرتد لمصلحة فريق السالمية، محمد العفو طبعا دفعة معنوية جديدة لفريق السالمية بتصدي حارس المرمى فريق الشباب، عرضية خطيرة إنما اللمسة رأسية من المدافع المتقدم المغربي محمد العبو بعيدة. كرة في وسط الملعب، لمسة أولى